هذه البورش الكيان الجديدة 2019، وزنها 2.9. لهذا السعة الحجمية، عدد الأحصى 340، 8 سرعات، PDK، سعرها 394,000. تويلف بوينت فايف، يعني جيد ممتاز. هذه مسكتها، فيها دخول ذكي، هذه من جوا، يعني فخامة، شاشات، هذا اللي يفتح الخلف، هذا يسكه، كل الاوتوماتيك. هنا اللي يقفل، المسكة حقتها جاية كذا، شكلها حلو. بعد ما صكتها ذي باين انها هادية مرة. هنا في مثلث عشانها انسيابية، فالقزازة هذه ما يمديها تنزل كاملة. الطبلون اغلبه ديجيتال، اللي في النص حق الار بي ام انالوج عادي. طبعا البورش معروفة ان التشغيل من الجهة هذه، هذه ميزة في البورش. من اول ما طلعت البورشات كل السيارات تشغيلها من الجهة هذه، الا البورش من الجهة هذه. هنا الانوار اوتو، طبعا تغيرت بالكامل الشاشة هذه لمس. البورش اللي قبلها كانت كلها ازرار، هذه نظفوها، شالوا الازرار خلوها كلها تتش. هذا السسبنشن، التراكشن كنترول، سبورت، فيها تسخين، تبريد مراتب. فيها اوتو بارك، يعني هذه السيارة تصلح للبنات. هذا الجلنط زرار، والجير حقها حركة. هذا بعد ما ادري وش اسمه، عشان يبغى له شغل الطبلون عشان اعرف. هنا جير اف 1 علامة بورش. طبعا الساوند سيستم حقها خرافي، هذه الشاشة تاتش كامل، فيها نافيجيشن، ميديا، الفون، كار سيتينجز. طبعا هذا يتحكم بالامبيوت لايتنج، هنا فيكل لوك لايت اند تحكم بالتريب تمبريتشر. يعني فيها مواصفات هذه الشاشة. طبعا هذا اللي في النص الار بي ام، واللي في الجوانب ديجيتال. هنا ال شو اسمه يسمونه سنتر كونسول، كلها تاتش، سبورت، تمبريتشر، هذا المكيف. هنا سورس هوم، هذا الفون، نافيجيشن، اقدر اشغل نافيجيشن من هنا. هنا نسجل، هذا يقرب يرجع. قلنا نشوف نعلي الصوت شوية. عليت على شيء، يعني سيارة خرافية، مريحة مرة، كراسيها جدا مريحة ورسيعة. هذه 340 حصان، 6 سلندر، ما ادري كم نيوتن. هنا التحكم بالفتحة فوق،
هذا اللي يفتح الفتحة الخفيفة، الأنوار البانوراما. هنا الدخول من الخلف، ما شاء الله وسيع السيارة. فيها تحكم كامل من الخلف بالمكيف، فيها 2 USB. نفس الشيء المساكة حلوة جاية كذا، هذه تنفع للتطعيس، لأن جو وقت التطعيس الواحد يتمسك هنا ما يطيح. فيها مكيف خلفي، ستاير. الزين فيها هذه ان الكرسي الوسطي هذا متواسي مع الكراسي الثانية، يعني اللي بيقعد في النص بيقعد مرتاح. ما شاء الله، يعني منظر باينها سيارة فخمة. دركسون مخشب، بس ناقصها شاشات هنا. هذا أحمر من جوا، نفس الشيء بس إنه أحمر، معطيه شكل حلو صراحة. هذه كراسي تختلف شوية، مي بكلاسيك، شكلها سبور شوية. العلامة لذي لحالها تحمس. أنوار ليد كلها LED، 4 أصغر واحد في النص كبير. هذه الرننج دي لايت. بورش 2019، الأنوار الخلفية متصلة نور واحد. تحت 2 إكزوست، الدفيوزر حقها يعني جاي خفيف وسط. هنا الكاميرا كاين، هذا الكاين العادي، في كاين اس وفي كاين جي تي اس، بس تو ما وصل. قيمتها حول 400 ألف. هذه مواصفاتها بشكل سريع. اللي عنده اي اسئلة او استفسارات يراسلني على الخاصة ويكتب تحت في الكومنتس.